هذا البرنامج يقدم لكم من طرف MDGS. زوين هاد الشيء، زعما باقي نقدر نتعلم، وعلاش لا؟ ياب صافا رمزي بخير، كلشي مزيان؟ لاباس. اولا تبارك الله عليك، الله يحفظك. خطير هادشي اللي كدير. رمزي كيفاش بديتي هاد الرياضه هادي؟ كنت غادي كنتسركل انا والوالد، مشينا واحد سكات بارك، لقينا بنادم مريح عنده سكات، خديت ما عنده وهبطت واحد الهبيطه وانا نقول ليه خذ لي سكات. انا ما عمري ما درت سكات في حياتي، هادي اول مره. كيفاش تعلمني؟ بغيتك تعلمني اليوم هادشي كامل. يلا زيد. بحال في كل رياضة التزحلق، معدات السلامة ضرورية لحماية الرأس والمفاصل من الصدمات. انا واجدين دابا مزيان هكا ياك، شنو هي اول حاجة نتعلموا ليها؟ هي اللي كتشد لك التوازن. التوازن. يلا سير هاك، خاطرك شمو هاي كيفاش تطلع هاك، وانت بقى قشات التوازن ديالك. وانا التوازن ديالك تفعني. يلا تفعني زين. بحال في كل الرياضات الحضاريه، خاص الممارس يعتمد على نفسه باش يتعلم من الاخطاء والمحاولات ديالو. هنا التوازن كيجي مع الوقت ومع تكرار نفس الحركات. ولكن واخا انا عرفت راسي بانني خصني نقز، مشات لي رجلي، ما ساهلش هادشي. جاكو حنا نمشيو زين شتو مغان سكيت بارك. هاد الحفرة سميتها لو بول أو الزلافة، كتسمح للمتمرسين في هاد الرياضة القيام بحركات فرجوية واستعراضية. يس. في السنوات الأخيرة ولو بزاف ديال السكيت بارك بحال هدف العديد من المدن المغربية. الولوج ليها بالمجان، وثمن سكيت كيبدا من 350 درهم. سكيت رياضة جديدة بالنسبة لي، اليوم تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، رياضة اللي كتطور بالزربة، مهم ديروا الحماية وترينيو بزاف عليها. لا كابسول ديال اليوم سالات، ما تنساوش نتحركوا. MDGS نربحوا الرياضة.